السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء ما الواحد شغال على وظيفة MEB ساعات بيحتاج إنه يرسم حيطان أو بيبان أو أي حاجة في المعماري على أساس يضيف حاجة أو عايز يعدل حاجة، أو الشغل جايله أوتوكاد وعايز هو يرسم الحيطان والبيبان عشان يحس بمتعة الريفت. لما يكون الشغل مرسوم حيطان أو كده وأعمل سيكشن بيبقى شكله جميل جدا، تمام. فلو أنا عايز أجي أعمل كده أجي على التكشر وول وأبدأ أرسم حيطة مثلا، حتة تانية كده رسمت انا ايه اوضة، تمام. تعال شوف بقى متعة الريفت، ان انا ممكن عن طريق الاسهم لتحت او لفوق الحتة تتحرك وتعمل تريم وستريتش وكل الحاجات اللي احنا كنا بناخد وقت كتير جدا ان احنا نرسمها في الاوتوكاد، تمام. زائد ان انا مثلا عاجبني دايمنشن معين، لما في حاجة اوتوماتيك هو بيعمل دايمنشن. طب عايز احتفظ بيه على طول، اروح راسم او دايس على شكل الدايمنشن يبقى موجود معايا. طيب عايز ازود باب، هاجي في اركتشر دور وراحة الباب، تمام. طب اقدر مش هو ده الباب اللي انا عايزه، عايز باب تاني مفيش مشكلة، الدور لود فاميلي نحمل باب تاني، تمام. حملنا مثلا الباب دوت اوبن، تمام. اهو